الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما أعلن أنه يعتزم إعادة طرح مسألة معتقل غوانتانامو المثير للجدل في كوبا على مجلس الشيوخ الأمريكي، مجددا تأكيده على ضرورة إغلاقه باعتبار أنه لا يفيد مصلحة الشعب الأمريكي. واعتبر أوباما أن الوقت المناسب لإغلاق غوانتانامو هو الآن، مشيرا إلى أن اعتقال السجناء لأجل غير مسمى دون محاكمة يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. سجن غوانتانامو ليس ضروريا للحفاظ على أمريكا آمنة، إنه مكلف جدا وغير فعال، وهذا يضر بنا من حيث المكانة الدولية التي نملكها، وهو يقلل من مسألة التعاون مع حلفائنا بخصوص جهود مكافحة الإرهاب. إنه أداة لتجنيد المتطرفين، لذلك من الضروري إغلاقه. تصريحات أوباما جاءت في الوقت الذي يواصل فيه السجناء الإضراب عن الطعام منذ نحو 4 أشهر بسبب تدنيس القرآن الكريم. 166 هو عدد نزلاء غوانتانامو، معظمهم أسروا منذ أكثر من 10 سنوات في عمليات جرت في إطار الحرب ضد الإرهاب.